نقول لك شال عايد. عرفنا انت من هنا، عرفي نفسك الاول. انا اسمي دينا عبد الله، عندي 18 سنه، من الناس اللي كنت مشاركه في الثوره، وانا شايفه ان ثورتي لسه ما انتهتش. انا عملت ثوره عشان خاطر كرامه الانسان المصري. مهما كان احنا عملنا الثوره دي ولا عايزين فلوس ولا عايزين محاكمات ولا عايزين اي حاجه، قد ما احنا عايزين الانسان ما يذلش ما يتهنش، ان بعد كده ان الانسان يبقى رافع يعني راسه في السماء، ما يجيش اي انسان يهودي او اي جنسيه اخرى ان هو يدوس عليه او يقتله زي ما حصل على الحدود، وعرفنا ان اسرائيل قتلت جنود مصريين. انا رافضه كده تماما، بالرغم من اني عارفه ان الموضوع ده كان بيفضل مع من فترة طويلة، يعني من حوالي من سنة 2000 كان بيجرى الموضوع ده، بس احنا ما كناش بنتكلم لان ما كانش لنا الفرصة ان احنا نتكلم. اللي كان بيتكلم فينا كان بيترمي في امن الدولة وكان بيتبهدل. لكن ما دام عملنا ثورة بننظف، ده جزء من التنظيف. بس انا شك في شيء، شك ان الموضوع ده يعني مرتب انه يحصل كده، لان شايفة امور كتيرة بتحصل. مشير طنطاوي المفروض ان هو كان هيشهد في جلسة مباراة، فدلوقتي طبعا المحاكمات والكلام ده كله هيتقطع عليها بطريقه غير كويسه، لان اللي يجي يتكلم يقول لك البلد في حاله حرب، والبلد والشباب اللي هيطلع يعمل مظاهره ويقول لهم فين حق الشهداء. اقول لهم حق الشهداء ايه؟ اللي مات ما اللي دلوقتي البلد هتولع والبلد هتخرب ومحتاجين البلد، ويقعدوا يبتدوا النغمه اللي المشير طنطاوي قالها لي في ال 18 يوم. قالها لي انا شخصيا لان انا قابلته. فلما اجي يعني ابص كده وارجع، يبقى اذا الموضوع ده في ان محاكمة مبارك كده كانت تمثيلية، وده تكملة التمثيلية. ده انا ده رأيي الشخصي، ويا ربنا يحاسبني عليه، ان انا شايفة ان محاكمة مبارك علشان هم مش قادرين يكملوها، لان لو مشير طنطاوي شهد مع الشعب، منير ثابت جوز سوزان مبارك واخو سوزان مبارك وسوزان مبارك ومراتات جمال وعلاء وجمال وعلاء وناس كتير هيفضحوهم، وفي منير ثابت ناس كتير هيفضحوهم، فاذا مش هيقدروا. وان شهد مع مبارك الشعب هينقلب ضده والجيش هينقلب ضده، فبرضه مش هيقدر. فيعمل ايه؟ يبتدي يعمل حاجه جديده يشغل الشعب بيها، دي الحاجه الجديده. بس برضه مهما هو بيعمل، احنا برضه جايين عشان كرامه المواطن المصري. احنا هنكمل وهنكمل ننظف البلد جوه وبره، مش هتفرق معانا، واحنا كلنا مستعدين نطلع على الحدود بارواحنا مضحيين. بس انا بقول للشعب يفكر في الموضوع. المشير طنطاوي اول ما بدا الموضوع يقرب قوي من ان هو هيشهد في الجلسه، بدا ليه الفيلم ده يحصل؟ ما اتعملش من بدري ليه؟ ليه؟ هو اسرائيل دي ضربت، هو ما عملش. ماشي، ما هو اسرائيل كان فيها ثوره. اذا ولما حصل كده الناس اللي عاملين ثوره في اسرائيل دول خافوا ورجعوا بيوتهم. اذا الموضوع ده ايه؟ يلي شباب الثوره المصريه ويخوف شباب الثوره الاسرائيليه. مصالح مشتركه؟ مصالح مشتركه، ده وجهه نظري، ويحاسبني عليها ربنا. كمان يعني اللي انا شايفاه ان يعني حاسين ان مشير طنطاوي كارته واتحرق، حاولوا يلمعوه مش عارفين، لانه يعني خلاص كله عارف الطنطاوي ابن مبارك. الناس بتقول كده وعارفين ان طنطاوي عنده ولاده مشاركاء مع جمال وعلاء، فدلوقتي اللي بيتلمع عنان سياده الفريق سامي عنان قائد الاركان الاوحد يطول عمره ويديله طوله العمر، بيعمل ويا جماعه ده راجل بدا يدي تقرير ويدي تصريح عشان خاطر يبتدي يلمعوه. ففي لعبه بتتلعب على الشعب وعلى الصور. ساعتها هنيجي نتكلم في دم الشهداء، اقول لك في دم هيجي يا جماعه، خلينا احنا في حاله حرب، واللي هيتكلم فينا خلاص مش هيبقى قانون طوارئ، ده هتبقى حاجه قلعه، احكام عرفيه، احنا في حاله حرب. دي من نقطه. النقطه الثانيه ان انت هتلاقي في مصيبه ثانيه هتقابلك. الثوره كده ماتت، طب الفقير يا جماعه اللي احنا عملنا الثوره من الاول علشانه فين حقه؟ يقول لك حقه ايه؟ البلد في حاله حرب. وساعتها كده الثوره ماتت، ودي الطريقه اللي ماشي بيها الناس اللي بتقود البلد علشان خاطر تقفل على الثوره، عشان خاطر تموت الثوره. يعني في يعني اقول لحضرتك زي ايه؟ هم حاولوا بكذا طريقه ان هم يبينوا ان هم اللي بيحموا الثوره، وبصراحه مش هم اللي حموا الثوره، الجيش هو اللي حمى الثوره. لان المجلس الاعلى مسلحه اللي هو المجلس العسكري، لا المجلس العسكري بيقوم بوظيفتين، الوظيفه الاولى بيدير شؤون الدوله، الوظيفه الثانيه قائد في الجيش. اذا اخطا في اداره دولتي اللي هي اداره مصر احاسبه، لكن اذا اخطا في الجيش انا مش من حقي احاسبه، اللي يحاسبه ناس من الجيش. فانا لما لقانا كل شويه بنحاسبه في ادارته الخطا وتعسفاته والعنف اللي بيستخدمه مع المواطنين، فبدا ايه؟ يدور على طريقه ثانيه. لكن الجيش والشعب ايد واحده، ويوم ما الجيش هيقع احنا اللي هنقف جنب الجيش، واحنا اللي هنسانده، ولا مجلس اعلى ولا اي حد، احنا اللي هنسانده. احنا الشباب احنا اللي هنضحي بعمرنا وهنطلع نساند الجيش، مش المجلس العسكري. المجلس العسكري كبير هيقعد على الكراسي ويدي اوامر، ويا ربنا يستر على الاوامر.
دي هتبقى في مصلحة مين، بس انا ده رأيي الشخصي وربنا يستر ما تسجنش.